السلام عليكم ورحمة الله الشباب، لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كل شي بخير ورجعت لكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا يعني طريقة استعمال التنين الكهربائي في الليجند. اوكي، يعني بلا ما نطول عليكم، يلا معنا باش نشوفوا الفيديو. كيف ما كتلاحظوا اخوان، انا غادي نقول لكم يعني الطريقة، لكن قبل يعني ما ندخلوا يعني في الطريقة ديال هذه الاستراتيجية، كنتمنى منكم يعني اللي ما مشتركش يشترك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وكيف ما كتلاحظوا الاخوان، في هذا يعني السيزن ديال تاون هال 14، يعني الاكثريه ديال التصاميم تصاميم رينج، او يعني تصاميم تقريبا يعني البيت في الوسط او وسط التصميم. كيف ما كتلاحظوا يا شباب، يعني الدخول بالملك من الجهه مع الملكه، والدرعمة باللافالو او بالتنانين من وراء يعني البالونات، بعض البالونات للتيست كيف ما كتلاحظوا، اربع او ثلاث بالونات للتيست وثمانية تنين كهربائي مع ستون سلامر. وراح تلاحظون يعني غادي تلاحظوا في ستون سلامر شنو غادي يكون فيه، او يعني البالون الكبير. يعني قبل في التاون 13 كان يكون في ستون سلامر او البالون الكبير، يعني كان يكون في الكترو دراغون او دراغون مع خمسة بالون، لكن راه غادي تلاحظوا هنايا شحال يعني فيه من بالون، ستة بالون مع واحد بيبي دراغون، لان يعني لازم يكون القضاء على دفاعين او ثلاثة بالبالونات. وصراحة الملوك في تاون هال 14 صراحة قوة خارقة، لأن كل هجمات المسح تقريبا يعني 80% أو 85%، الملوك هما يعني اللي كيساليو الهجوم، أو يعني لتنظيف تقريبا من بعد 80 أو 85% فقط الملوك يعني يتكلفون ب مسح التصميم. وخلينا نتسرع الهجمة لأن في هجمات كثيرة. أوكي، خلينا نشوف الهجمة الموالية. كيف ما كتلاحظوا يعني تقريبا توصلوا ل 5600، راح تلاقون يعني غادي تلقاو فقط يعني الأكثرية رينج بيزيز، أو يعني التصاميم المدورة اللي فيها البيت في مركز التصميم أو وسط التصميم بالتحديد. اوكي، غادي نشوفوا يعني في هذه التصاميم، يعني كما تلاحظون يا شباب لازم يعني الملوك تبعدوهم يعني اكثر يعني من البيت او من الدعم، يعني لازم الملوك يكونوا بعيدين على الدعم اول شيء. كيف ما كتلاحظون خليو الملك حتى يعني يدخل التصميم، ومن بعد يعني نرسل الملكة من وراء، والدرعمة بالتنانين مع ستون سلامر. يعني في تقريبا يعني بعض الأحيان تكون الطائرة أحسن، يعني تكون الطائرة أحسن من البالون الحجري. ويعني لازم طريقة استعمال التميمات لازم تكون يعني طريقة حكيمة، ما لازم تستعملوا في كلهم يعني في أول الهجوم، أو يعني تخليهم إلى آخر الهجوم. صراحة يعني التنين الكهربائي في الليجن صراحة قوة خارقة في تاون هال 14، يعني بالخصوص مع هذا التصاميم الجدد، تصاميم تاون هال 14 الجدد، يعني تقريبا 80% من التصاميم غادي يكونوا رينج بيزيز، او يعني تصاميم مدورة والبيت وسط التصميم. كما كتلاحظوا يعني لان تيزر بيزيز، او يعني التصاميم المثيرة اللي يكون في اللي غادي يكون فيها البيت في يعني جهة مع المنجنيقات مع الإكسبوات،
صراحة يعني أسهل بعض الشيء، يعني أسهل بعض الشيء للاستراتيجيات الأخرى. أوكي، خلينا نشوف الهجمة الموالية. كيف ما كتلاحظوا الشباب، يعني تقريبا كلهم رينج بيزي. أوكي، هذا ممكن كان عندنا في الهجمة الأولى. راح نسرع ضرب أربعة. شوف يعني نفس طريقة أخرى، عفوا، يعني كيف ما كتلاحظوا الشباب، طريقة أخرى لهذا التصميم. التصميم الأول عملنا ستون سلامر، أو يعني شو اسمها، عفوا، البالون الحجري. وفي هذه الهجمة استعملنا سيج ماشين الجديدة أو العربة الجديدة، صراحة فقط لتنظيف هذا الصاروخ، يعني صاروخ في الزاوية. أوكي، خلينا نشوف الهجمة. الصاروخ في الزاوية كما تلاحظون يا شباب، والبيبي دراجون للتنظيف، ينظف كل الجهة. صراحة يعني الطائرة ممكن تستعمل، الطائرة ممكن تستعمل هذه الماشين الجديدة، وممكن نستعمل البالون الحجري. أوكي، خلينا نشوف الهجمة الموالية. وكما قلت لكم، يعني في هذه التصاميم، يعني مثل هذه التصاميم اللي تسمى تيزر بيزيز، أو يعني تصاميم المثيرة، يعني يثيرك بالبيت في يعني الزاوية. إذا دخلت من هناك بالتنين الكهربائي، صراحة ما راح تمسح، كن أكيد أنك ما راح تمسح. أوكي، كما تلاحظون يا شباب، اثنين بالون في الزاوية هنا لتنظيف أرشر تاور، وواحد إلكترو من وراء الاثنين بالون، يعني الإلكترو أول، وبعد هيك يعني اثنين بالون، والتنين الكهربائي ينظف على راحته، والبيبي دراجون للتنظيف للتنانين باش يمشيو يعني وسط التصميم مباشرة، والملوك في الجهة المقابلة، واستعمال الخاصية صراحة تقريبا يعني في أول الهجوم للبالونات، لأن البالونات لازم يمشيوا لوسط التصميم للأفخاخ. وصراحة هنا يعني الطائرة لازم تكون، يعني تحافظ بالطائرة يعني كأول خيار، ومن بعد ممكن تكون ستون سلامر أو يعني البالون الحجري. وكيف ما كتلاحظوا الشباب، استعمال خاصية الملك مع استعمال خاصية الملكة، والريج وخروج الدعم، لازم تنزيل السم على الدعم والفريز، لأن هنا عندنا إلكترو دراجونز كثر، يعني ما في مشكلة ندخل معهم ستون سلامر تكون أحسن، لأن البطلة لساتها معنا، يعني لازم يعني تمشي الهجوم على يعني بعضه يكون أحسن، والتخلص من الاير ديفنس يكون أحسن بستون سلامر. وعندنا فريز، اثنين فريز وريج. وخلاص عندنا ثلاثة إلكترو دراجون مع ستون سلامر في ستة بالونات، واستعمال الريج على البالونات والفريز على البيت، وخلاص يعني آخر شيء هو البيت، والبالونات راح يتكلفون بالبيت. أوكي، خلينا نشوف الهجمة الموالية. كما تلاحظون الشباب، هذه التصاميم رينج بيزي تقريبا يعني كل اللاعبين في الطوب في الليجند يستعملون هذه التصاميم. اوكي، خلينا نشوف من وين سيكون الدخول. مع العلم لازم الملوك يكون يعني يتم تنزيلهم بعيدا عن الكلان كاستل او الدعم. كما تلاحظون صراحة الدخول بالملك والبيبي دراجون للتنظيف، ومباشرة تنزيل الملكة
والتنانين من بعد دخول الملك مع استعمال خاصية الواردن في أول الهجوم، كما تلاحظون البالونات كيطلعوا الأفخاخ، يعني هذا هو يعني المراد من استعمال خاصية الأمير في أول الهجوم. كما تلاحظون يعني كل الأفخاخ تقريبا طلعوا البالونات، وستة بالون وبيبي دراغون فقط لتنظيف يعني اثنين أو ثلاث دفاعات. صراحة خاصية الملوك مع الريج، يعني الريج أخير للمنجنيق وخلاص، يعني خاصية الملكة وخاصية البطلة ما راح نحتاجها. صراحة يا شباب هذه هي آخر هجمة لنا في هذا الفيديو، وكنتمنى منكم الاشتراك وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا اللايك ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.